السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم البرامج والمواقع اللي بتشتغل مع البيم وهي كلها في فيجوال رياليتي و اوجمانتد رياليتي. عندنا ريسولف بحيث ان انت تقدر تعمل جولة في قلب المكان من خلال ان انت تلبس النظارة الموديل دوت، تكون هو ده اللي انت شايفه وهو ده اللي حاسس ان هو حواليك، واي حاجة بتقف عندها بيبدأ يديك معلومات عنها وتقدر تقيس زي ما انت عايز، وانت زي ما شايف بيديك معلومات، فنقلة كبيرة جدا يعني. وعندنا هنا فيركس، ده برضو من البرامج القوية جدا اللي بتشتغل مع البيم وتقدر تشوف المعلومات طول ما انت ماشي. فيركس بيم ده برضو هيخليك تبقى شايف كل حاجة من خلال النظارة اللي بتشتريها. برامج فيوزر برضو من البرامج القوية جدا في موضوع الاوجمانتد رياليتي وبرضو في الفور دي. عندنا ريفيزتو برضو من افضل البرامج، وزي ما شايف بيشتغل مع اغلب برامج البيم. وعندنا كوبيتي برضو تقدر تدخل عليه 3 دي مودلز من اخطر حاجة زي السكتش اب. وعندنا ده برضو IRISVR، تقدر ان انت تلبس النظارة تبقوا شايفين كلكم في قلب الاجتماع الموديل، تقدر تاخد فيه سكتش زي ما انت عايز. اللينسكيب طبعا مشهور جدا وشرحناه في بيم عربية، ان انت تقدر تاخد الموديل بتاعك وتقدر تشوفه في الفي ار على طول.